يعني هذا المشروع الكبير وهذا الحضور الدولي الكبير أيضا يعني سيكون له كما يؤكد الخبراء الاقتصاديون مردود في إزالة يعني أي تردد من جانب أي مستثمر أجنبي يرغب في المجيء إلى مصر والاستثمار. يعني بعد قمة شرم الشيخ أعتقد الاستثمارات واستخداما من جميع أنحاء الدول العربية بالذات يعني كبيرة جدا، وأعتقد بعد أن يعني قناة السويس عندما كانت تحتاج 9 أيام تمر البواخر إلى آخره للشاحنات، أعتقد لا تنتظر ولا ساعة. لماذا؟ لأنه القناة واسعة جدا، يذهب في القديمة ويعود في الجديدة، الأمور مهيئة لي يعني أن الاقتصاد العالمي يشهد سيشهد رواجا بقناة السويس الجديدة، ليس فقط الاقتصاد المصري ولكن الاقتصاد العالمي كله، التجارة العالمية من جميع أنحاء الدول العربية. أعتقد بشكل المشاريع البديلة انتهت تماما، اللي كان اسرائيل بتتكلم عنها وبعض الدول بتتكلم عنها وحتى قطر، وفاكر ان الدنيا كلها وكان انت معك جنيه تساوي جنيه، غير صحيح. يعني اصل انت معك جنيه تساوي جنيه يعني انت اكلت خروفا فاصبحت خروفا مثلا، اسف لهذا التعبير، لكن هذا التصوير غير صحيح اطلاقا. المنطق الاساسي للاشياء هو ان الدول كلها سوف تستفيد، الدول التي تمر في القناه سوف تستفيد، ومصر سوف تستفيد، الدول كلها ستستفيد. يعني ده مأكد عليه يعني المسؤولين بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق مهمة ميش، أن قناة السويس الجديدة هي هدية للعالم. أعتقد أنها هدية للعالم بمعنى أنه يعني 9 أيام وإحنا نحن نعيش في عصر السرعة، يعني عايز أخلص تجارتي، عايز مواد الترزيقة توصل زي ما هي، مش هقعد 9 أيام و9 أيام ثانيين إلى آخره، بالإضافة لأن الحياة كلها تقوم على الاقتصاد، الاقتصاد يعني قناة قناة التجارة إلى آخره، التجارة البينية أعتقد أنها أصبحت مهمة جدا، وقناة السويس الجديدة تسهل هذا، وتقدير نجده عند الدول الحاضرة والغائبة، لأنه قناة السويس أصبحت يعني هدفا أساسيا للتجارة البينية بين الدول وبعضها البعض.